لتسليط الضوء أكثر على تزايد ظاهرة انتشار المخدرات في العراق، ينضم إلينا الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، عبر الهاتف من إسطنبول. دكتور جاسم، بداية مرحبا بك. بعد أن كان العراق معبرا للتغريب والاتجار بالمواد المخدرة القادمة من إيران، أصبح الآن بحسب مراقبين واحدا من مستهلكي المخدرات الإيرانية. ما أسباب تزايد هذه الظاهرة من وجهة نظرك؟ نعم، شكرا لكم. لا شك أن هنالك ارتباطا كبيرا بين الواقع السياسي العراقي وازدياد حالة انتشار المخدرات في العراق. ذلك ربما، ويعني هذا الأمر متوقع جدا، أن هنالك أطراف، بعض الأطراف السياسية في العراق وخارج العراق، التي تسعى للسيطرة أو بقاء الأمور في العراق تحت سيطرتها، ربما تأتي بهذه المخدرات من أجل إبقاء حالة اللاوعي لدى نسبة ليست قليلة من شباب العراق، وبالتالي سيقود ذلك إلى تفكك الأسرة العراقية وإلى تفكك المجتمع، وحينها يمكن أن يتم السيطرة على مجريات الأمور. هذا من باب. من باب آخر، ربما الإجراءات التي القانونية التي تحاول الحكومة التخفيف منها بحجة أنها يعني هنالك عقوبات يقال أنها يعني كبيرة ولا تتلائم مع حقوق الإنسان ومنها الإعدام، أنا أعتقد أنه المروجين للمخدرات هم مجرمون وقتلة، وبالتالي لا يمكن أن نتصور أن شخصا واحدا يمكن أن، وهو التاجر أقصد هنا، يعني يمكن أن يقتل مئات الآلاف، وهذا القتل يعني بمرور الزمن يحدث. وبالتالي أعتقد أن عودة العراق إلى عقوبة الإعدام يمكن أن يخفف من هذه الظاهرة الغريبة التي بدأت تزداد في العراق، وبالذات في عامي 2019 و2020، بحسب يعني لجنة أو وحدة مكافحة المخدرات في العراق. اللافت في الأمر أيضا، نعم دكتور، إذا سمحت لي، بحسب ما أكده ضباط في مديرية مكافحة المخدرات في العراق، يعني قضايا المخدرات سواء كانت تعاطيا أو تجارا تتضاعف في المحافظات الجنوبية والوسطى، لماذا من وجهة نظرك؟ يعني قبل هذا احنا يعني نكمل الفكرة الأولى بعد أن نتحدث عن عموم المجتمع العراقي. أنا أعتقد أن القول أن المخدرات في الجنوب فقط، هذا كلام أعتقد بحاجة إلى تدقيق، ذلك لأن اليوم المخدرات أصبحت حالة موجودة بشكل كامل في صلاح الدين، في كركوك، في ديالى، في بغداد، وعليه أعتقد أنه ربما موجودة في بعض المحافظات الجنوبية بنسبة أكبر، هذا الأمر يعني لا ينكر. وعليه أعتقد أنه القضية تتعلق بالأحكام القضائية الخفيفة، ربما يعني سمعنا قبل فترة أن تم إلقاء القبض على دكتور لديه يعني آلاف الحبوب المخدرة، وقد تم تهريبه إلى أذربيجان بعد تدخل قوى سياسية عراقية كبيرة. وعليه القضية هنالك تداخل ما بين بعض القوى النافذة في العراق وبين تجار المخدرات، ويبدو أن بعض هذه الأحزاب يعني جعلت من تجارة المخدرات المغذي الرئيسي لنشاطات العراق، على اعتبار أن المخدرات تجارة مدرة للأموال بشكل كبير، بسبب أن المريض مستعد حتى يقتل من أجل أن يحصل على المادة المخدرة، وبالتالي هذا تدمير كبير للمجتمع. أما أن المجتمع لماذا هذا الأمر، أنا أعتقد أن الأمر يعني ربما يتعلق بالعائلة، هذا يعني هنالك خلل ما في العائلة، ربما هنالك خلل في التوعية الدينية، ربما هنالك خلل في عموم يعني الرفقاء والأصدقاء، وبالتالي كل هذه مجتمعة تقود إلى انحراف الشباب، وعليه نحن بحاجة إلى حملة وطنية من أجل مكافحة المخدرات. كما هو معلوم دكتور جاسم، أن المخدرات لا تقل خطورة عن الإرهاب. كما هو معلوم أن قوة أي دولة أو أي بلد تكمن في الشباب، والشباب طاقات، يعني
هنا الوضع الاقتصادي، هل ترى أنه أثر بشكل كبير وهو السبب الرئيس في توجه طاقات الشباب وتوجه الشباب بشكل عام إلى تعاطي المخدرات نتيجة البطالة وسوء الوضع النفسي لهم؟ يعني حقيقة هو الأمر متداخل، يعني مرة يمكن أن نقول نعم ومرة يمكن أن نقول لا، لأن تعلم جنابك أن المخدرات بالأصل هي ليست مجانية، لا توزع بالمجان، وعليه ربما في المرحلة الأولى يتجه الشاب لهذا الأمر على اعتبار أنه ربما يتصور أن هذا الأمر سينسيه الواقع المزري الموجود في العراق، وثم بعد ذلك يتحول ربما إلى مجرم من أجل الحصول على هذه المخدرات. يعني حتى سمعنا أن بعض المقاهي يعني أماكن الترفيه في العراق توزع المخدرات على زبائنها بشكل يعني معلوم حتى من قبل بعض السلطات المراقبة لعمل في هذه الأماكن الشعبية، وهي مقاهي يفترض أن تكون يعني خالية من هذا الأمور. وعليه يبقى التأكيد على دور الحكومة، يفترض بالحكومة أن تضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمستقبل شباب العراق من عبر هذه المادة القاتلة، ويفترض بها أن لا تفرق بين الإرهابيين وبين تجار المخدرات، لأن الهدف في كلا الحالتين هو قتل الإنسان. من يقتل الإنسان العراقي فهو إرهابي. أما قضية إدخال المخدرات على أنها يعني جزء من حرية الإنسان، فأعتقد هذا الأمر يعني حتى لو قبلنا به جزافا لا أعتقد أنه ينطبق على التجار، وإنما ربما حتى في الدول المتقدمة يكون الكلام عن المتعاطين وليس عن التجار الذين يفترض أن تلاحقهم يد العدالة ولا يمكن قبول بأي تدخل في القانون في هذا المجال بأي حال من الأحوال. شكرا لك دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.